انا بعت كل حاجه، المقال كنت بعته الظهر، وبعدين كلموني طلبوا الملفات والورق وبعته. وردوا عليكي تاني؟ جرايد بكره هتفتح كل حاجه، مش بعيد كام ساعه منصور المليجي هيقرا الخبر بنفسه. مش عارفه ليه حاسه اني انتي الامير في الروايه. انا اشمعنى؟ يعني بتحاربي منصور المليجي بنفسك وشكله هيوقعه. صعب ان منصور يقع، بس الاكيد ان احنا هنصدعه جامد. انا مش قادره اتخيل رد فعله. ممكن يأذي احمد؟ مش عارفه، انا كل اللي جاي في دماغي فعلا يا ترى هو ممكن يعمل ايه. خايفه على احمد وسلمى من ناحيه وعلينا من ناحيه تانية. احنا لازم نثبت كل حاجه على الراجل ده. ناس زي دي اسهل حاجه عندها تصفي الناس اللي بيهددوها. الظاهر ان احنا لازم نلجأ لحد تاني. حد زي مين؟ حد مصلحته ان منصور يقع. حسن رشوان مثلا، ما هو مات. مش بعيد يكون منصور المليجي هو اللي وزم مراته تقتله. هيبان. المهم ان احنا لازم نفضل قريبين من بعض. وانت خلي بالك من نفسك يا امينه. انا متشكره قوي يا كليو. صدقيني انا اللي متشكره قوي. أميجو. إيه؟ روين؟ يعني إيه؟ بس صاحبنا هنا على أسواق. ده شخصية واطية. ده جاي يهدني جوه المكان بتاعي. يقول لي إني عاوز يكتب عننا وعن عيلتي وعن فلوسنا وعني أنا بالذات. مش فاهم الراجل ده عاوز إيه. غل؟ حد؟ الراجل ده مجنون منه. شيطانه كده. يغل من إيه؟ ده مش ناقصه حاجة، عنده كل حاجة. هو شيطانه كده بقى. بيغز وبيتزن على دماغي. فخر انا هريحك منه خالص. فاكر يا قلبي لما قلت لك ان المكان ده هيبقى بتاعك؟ فاكر؟ انا بسالك تاني، عايز كل اللي عندي حسام علام؟ عايز تبقى اقوى واحد في الاعلام في البلد؟ ياسين انت ناوي على ايه؟ لا لا، سالتني نفس السؤال المره اللي فاتت، متبقاش منهم. ها؟ طيب. صحيح، أنا حسابك في حفلة عندك في البيت بعد كده. حفلة؟ مين اللي جاي؟ حسين علام. أنا أول ما شاركت صاحبي وحبيبي عمر العلف في المكان هنا كان عندنا مبلغ. يا حسين ما اعرفوش، بس شكله كده شريك انفي. انا عمري ما عرفت ان الف ليه شريك انفي. انا ما كنتش جاي اظبطه في موضوع فلوس. وكان كده يبقى الاخ ده على الاقل من ياسين. حسين علام، كل الاحترام لمستر حسين، اتمنى ما تكونش اول واخر مره. شكرا. اصل اللي يصرف على الف بالشكل ده وحفلات بيه كده مش اقل من كده. مستر حسين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله سهل. ما كانش له داعي الفرح ده كله، كان ممكن تيجي تسلم على طول. انا اسف ما سمعتش الاسم كويس. ياسين. ياسين بس. ياسين مراد كامل. ده اسمه. الفيلا اللي عايش فيها بتاعت والده. مراد حسين كامل. توفى من 30 سنة. هتخلص معاه امتى؟ يعني لو سعادتك كده مكفيك عنه كلام يبقى خلاص اقرب وقت يكون ميت. وهو بيروح ويجي كتير، يعني له معارف في كل حته، فلو مات ناس كتير هيتشك فيه. لا كفايه عليه قوي كده، خلاص خلصني منه. انسه اللي انا اللي بتشتغل بره عند سعادتك. كانت عنده النهارده الصبح. ايه تحب سعادتك نحطها على الفاتورة؟ اتصرف معاها.
ايه ده؟ في ايه؟ انا اسف يا فندم بس حضرتك لازم تقرا الجرايد. انت ازاي وحشتني كده؟ وانت كمان وحشتني جدا. وانت كمان وحشتني جدا. ايه يا دكتور الكلدمه دي؟ مين بس مزعلك وانا طلع لك عيني؟ فريد مالك؟ مفيش حاجه اسمها. مفيش حاجه اسمها يعني شكلك قافش قوي يعني. وفي حاجه مضايقاك ما تقول. بقولك مفيش حاجه وبعدين مش جايين ناكد على بعض. بقولك ايه، انت عايز تروحي فين النهارده؟ طب يلا اطلع على مريوت. مريوت ايه؟ اشمعنى؟ يا ابني بيت ألفي، وبعدين عامل حفلة النهاردة جامدة موت. يلا بقى اطلع بلاش أسئلة كتير. خامة. ماشي يا ستي. مساء الخير. كنت فين كل ده؟ بزور واحدة صاحبتي. في حاجة؟ هي سلمى فين؟ سلمى؟ انت من امتى بتسالي على سلمى؟ عادي. احنا امتى عشان نبقى على راحتنا يا امينه هاني؟ كده في ايه يا سميدي؟ ايه ده؟ رد عليا ايه ده؟ منصور كلمني من شويه بيهددني. الراجل بيهددني يا امين. عايز يموتني يموتك وموت سلمى. انت فاهمه؟ انت فاهمه انت عملت ايه؟ انا عملت اللي المفروض كان يحصل. يحصل في ايه؟ انت مجنونه. مجنونه وعايز تموتينا معاكي؟ كل ده عشان ايه؟ ردي عليا عشان ايه؟ عشان اللي حصل لك من راجل كنت مصاحباه وماشيه معاه في انجلترا؟ ايوه انا عارف كل حاجه. عارف وساكت. عارف وراضي وقابل. قول لنفسي ايه يعني؟ ايه يعني مراتي اللي بحبها كانت في تجربه وفشلت؟ مش مهم. المهم اني بحبها وهي بتحبني. بس اهو مراتي طلعت مجنونه وعايز تتنقم من ماضيها. ماضيها؟ ماضيها اللي حضرتك طلعت جزء منه؟ ومين عارف؟ جايز تكون واحد منهم. واحد منهم؟ فعلا مجنونة يا أمينة. أنا مش عارف أعمل معاكي إيه. والله العظيم ما عارف أعمل معاكي إيه. أمينة أنا مش عايز أشوف وشك تاني هنا أبدا. أنا بكرهك. عارفة يعني إيه بكرهك؟ اللي ما يفرقش معاها بيتها وجوزها ولا يفرق معاها حاجة ما تلزمنيش. ومين قال لك إن أنا يفرق معايا إن أنا أعيش مع واحد زيك؟ واحد كل اللي همه مصلحته حتى لو قتل. تعالي هنا أنت رايحة فين؟ ماشية. أنت مش طلبتني عايز مني إيه تاني؟ يعني عايز منك إيه؟ عايز الورق اللي سرقتيه. اللي سرقتيه من المكتب بتاعك. الورق بتاعك مش معايا. الورق بتاعك هشوفه في الجرايد على حلقات. مش هسيبك يا امينه. وديني ما انا سايبك.